الكونسيبت بتاع الاي دي سي بسيط جدا. انا باخد الاشاره الانالوج بحولها من خلال الانالوج تو ديجيتال الى كونتايزد ليفل. الليفلز دي بتبقى هي عندي الديجيتال سيجنال. هنتكلم عن الانواع المختلفه للاي دي سي. الاي دي سيز ار مينلي كاتيجورايزد تو. في عندي الفلاش اي دي سي وسكسسيف ابروكسيميشن ريجستر والباي لاين اي دي سي والديلتا سيجما اي دي سي. طبعا المين فوكس بتاعنا عن الاي سيز اللي هي الباي لاين اي دي سي. بنشتغل ليه على الاي دي سي؟ لان الاي دي سي في الفتره الاخيره بتعمل لي اتراكتيف كومبينيشن بتوين السبيد والريزوليوشن. زي ما احنا شايفين الباي لاين بيبقى الريزوليوشن بتاعه عالي اب تو 16 بت والسبيد اب تو 100 اوف ميجا سامبل بير سكند. هنتكلم عن الشغل بتاعنا ان شاء الله يبقى عن الديجيتال كاليبريتد والديجيتالي ان كاليبريتد باي لاين اي دي سي. احنا هنتكلم بفكره عامه الدايره اللي احنا اشتغلنا بيها الاساسيه اللي هي احنا بنسميها ديجيتال كاليبريتد باي لاين اي دي سي. دي بتتكون ببساطه ان شاء الله هناخد التفصيل بتاعها. الكونسيبت بتاع الاي دي سي بسيط جدا. انا باخد الاشاره الانالوج بحولها من خلال الانالوج تو ديجيتال الى كونتايزد ليفل. الليفلز دي بتبقى هي عندي الديجيتال سيجنال. هنتكلم عن الانواع المختلفه للاي دي سي. الاي دي سيز ار مينلي كاتيجورايزد تو. في عندي الفلاش اي دي سي وسكسسيف ابروكسيميشن ريجستر والباي لاين اي دي سي والديلتا سيجما اي دي سي. طبعا المين فوكس بتاعنا عن الاي سيز اللي هي الباي لاين اي دي سي. بنشتغل ليه على الاي دي سي؟ لان الاي دي سي في الفتره الاخيره بتعمل لي اتراكتيف كومبينيشن بتوين السبيد والريزوليوشن. زي ما احنا شايفين الباي لاين بيبقى الريزوليوشن بتاعه عالي اب تو 16 بت والسبيد اب تو 100 اوف ميجا سامبل بير سكند. هنتكلم عن الشغل بتاعنا ان شاء الله يبقى عن الديجيتال كاليبريتد الديجيتالي ان كاليبريتد باي لاين اي دي سي. احنا هنتكلم بفكره عامه الدايره اللي احنا اشتغلنا بيها الاساسيه اللي هي احنا بنسميها ديجيتال كاليبريتد باي لاين اي دي سي. دي بتتكون ببساطه ان شاء الله هناخد التفصيل بتاعها